أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. بعد أن رجت إشاعات تفيد بأن خلافا نشب بينهما وأن علاقتهما قد تدهورت، وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة خاصة لزميلتها الإماراتية الفنانة أحلام. وقالت بطمة بخصوص الإشاعة: مفيش مشكلة مع الفنانة أحلام، بالعكس هي هرم وتاريخ كبير، أفتخر بها وأحرص دائما أني أغني أغانيها لأنها قدوة بالنسبة لدنيا بطمة، وبوجه لها تحية. وطلعت ببث مباشر عندها وقالت إنها تكن لكل الحب والاحترام، فقط عندها أدمن مهتم عمل فلو بالغلط على إنستغرام. وبدورها ردت الفنانة أحلام بتغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، قالت فيها: الله يعلم أنها غالية عندي دنيا بطمة، أحبها. وكانت أحلام قد ألغت متابعتها لدنيا بطمة بعد أن تقوم الفنانة المغربية أيضا بإلغاء متابعتها لها، وذلك بعد الحرب التي نشبت بينها وبين الإعلامية الكويتية ملعيدان. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.